بس خلينا نشوف ونقول حاجة حاجة كده. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طلع لنا Wheel of Fortune، الحظ. الحظ هيكون معانا أحسن الفترة دي الشهر ده، وهتلاحظوا إن الحظ معاكو أحسن، والحاجات اللي كانت بتبقى معصلجة ومعلقة دي هتبتدي تتسهل، متيسرة، هتبتدي تتيسر إن شاء الله. تغير، في تغير هيحصل، دايرة حلوة جدا هتلف كده بينا إن شاء الله لحاجة كويسة، والحاجات المتعصرة واقفة إن شاء الله هتتسهل. طيب هنا عندي حزن وألم، معرفش انت فقدت ايه يا عقرب، في حاجة انت مفتقدها او فقدتها، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون صديق، الله اعلم هيبان لي في العلاقة العاطفية، بس واضح عندي ان انت مجروح جدا، في حالة انسحاب، وانسحاب زعلان، حاسس بخسارة شديدة، حاسس بخسارة، وحاسس لا يعني محبط، في حالة احباط. طيب في فراق، هو واضح ان الموضوع ده فيه فراق من حاجه معينه، بعدت عن شخص معين او شخص بعد عنك، وكان بينكوا حاجات كتير قوي قوي قوي، وكلها هانت عليكوا او عليه، وبعدته في بعد. اوكي. بس الالم والحزن اللي انت فيه ده، ويا رب اكون صح، ده اللي انا شايفاه من طاقه الكروت، الالم والحزن اللي انت فيه ده، عارفين يعني كلام ربنا لما قال لنا وعسى ان تكرهوا شيئا، في انهيار فعلا لشيء، في شيء في حياتك انهار، وقع فجاه، بس الشيء ده ما كانش كويس ليك، الشيء ده كان بيأذيك، ما كانش كويس، كان بيضرك. ثانك يو وليد. ما تزعلش، ما تزعلش، لان هتعرف حكمه ربنا ايه في اللي حصل ده قدام شويه، قدام شوية هتعرفها. وهو طبعا أكيد في حكمة، أي حاجة بتحصل ليها حكمة. طبعا زعلان ومنغمس في ذاتك، ومفيش حاجة زي ما تقول مش طايق حد، عايز تتكلم مع حد، ولا عايز تشوف حد، ولا عايز تقعد بس مع نفسك. طيب ما داقت إلا لما فرجت، هتفرج بقى من حتة تانية خالص. أول حاجة هنبعد عن المشاكل، شايفين المية اللي عمالة بتتحرك جامد دي، دي مشاكل، دي حاجات كانت عاملة لك توتر، انت بتعدي ورايح على الهدوء بقى، المية الثابتة، المية رايقة. وكمان بيقول لك يا عقرب، انت في ناس مسؤولة منك، انت اللي لازم تخلي بالك عليهم، انت اللي لازم تعدي بيهم من المحن او من الحتة الخطيرة دي، وتروح بيهم لحتة اكثر امانا، في ناس بيعتمدوا عليك، انت اللي بتقود المركب. اوكي، انتبه للمسؤولية دي. طيب فرجت ان شاء الله الحالة المادية، الحالة المادية فيها تحسن كويس قوي ان شاء الله، هتحس باكتفاء من الناحية المادية، مش ناقصك حاجة، الحمد لله الدنيا عندك ماديا هتبقى كويسة قوي قوي الشهر ده، هتحس بتحسن فيها. الموضوع اللي فيه الفراق على الحزن ده، ده ناجم عن مشاكل كتير قوي حصلت، مشاكل كتير قوي، وفيها اطراف كتير جدا جدا جدا، فبليز بقى يعني انا حابه قوي ان ده يجي بعد ده، شايفين الخناقات والمشاكل اهو، دي الميه دي اللي عماله تتشقلب دي، سيبها بقى وامشي، اديها ظهرك وامشي، روح على الهدوء، واستقبل بقى الحاجات الكويسه اللي هتجيلك. بعد انهيار البرج ده الشمس هتطلع يا عقرب، الشمس هتطلع وهتبان لك حقايق وحاجات انت كانت مستخبية عنك، انت ما كنتش شايفها، زي ما تقولوا البرج ده كان عامل غشاوة على عينيك، فهتبتدي تشوف الصورة اوضح. فما تزعلش، ان شاء الله الدنيا هتظبط، حظ معانا ان شاء الله، الحاجات المتعصرة وواقفة دي وقاعد انت مستنيها بإذن الله العجلة هتدور، عجلة الحظ هتدور. وكمان في حاجة، في سفر. اوكي، جايز يكون العلاقة اللي انت كنت فيها دي كانت مكتفاك، كانت مخليك مش عارف تتحرك، انت دلوقتي حر، بص حر ازاي. مش لازم تكون علاقه عاطفيه على فكره، ممكن تكون علاقه اي شكل من اشكال العلاقات، يعني ممكن تكون علاقتك بصديق او حد من اهلك. البعد ده هيخليك حر، عندك سفر وعندك تغيير بيئه، هتغير بيت، يعني في حاجه عندك كويسه قوي، وان شاء الله هيكون وشها حلو عليك، الحاله الماديه عندك هتتطور جدا يا عقرب. اللي عايز يمشي يمشي، وبالذات لو هو كان مسبب المشاكل دي كلها
يتفضل يمشي، باي 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 باي، مع السلامة. لو عرف غلطه يرجع تاني، حبيته ترجعه اهلا وسهلا، ما حبيتوش ده شيء يرجع لكم، بس فعلا خير لكم. مش بس عشان دي حكمة ربنا يعني، لا هو انا شفت ده فعلا انه هيبقى فعلا خير لكم، ما تزعلوش. ان شاء الله تكون خير باذن الله يا فيلا. بشكرك يا روح قلبي، بشكرك. التور اتقال يا ندى موجود في الصفحه. برج شهر 3 يا ريت، لان نفسيتي تعبانه. سلامتك يا بنيت الغالي. لو ده برج الحوت هو موجود على الصفحه. داليا ما ظهرش تغير في الحاله الصحيه، الحمد لله شكلها كويسه او زي ما هي، يعني ما فيش تغير فيها. حاجه نازعه بالفيديو تكييف نتركب غلط. ما تقلقش يا علاء، بقاله سنين كده وما تقلقش، ما بيعملش حاجه. لا متركب كويس، ما تقلقش. طيب يسرى، خلي الاسئله بتاعت الكارت الواحد دي هنقراها بعد ما نخلص خالص. اوكي. الحمل اتقال يا دوحه موجود، موجود حبيبتي في الصفحه، ممكن تشوفيه مسجل. مساء الخير يا ام يقين، اهلا بيكي حبيبتي. الجوزاء بعد بكره يا هدي. خلاص وكده نبقى خلصنا الشهر كله وخلصنا الابراج في ميعادنا الحمد لله. وزي ما قلت قبل كده ان القراءه بتكون شهر من تاريخ القراءه، يعني قرايه النهارده بتاعت العقرب دي معانا لشهر قدام. هو احمد مش موجود صح؟ طيب عايزين نعمل بين لليوتيوب قراءه صحيحه 100% لاني عقرب كلام صح. بشكرك قوي يا محمد، بشكرك الحمد لله. ويا رب بس يعني ايه، حاول تخلي بالك من الرسائل اللي موجوده في القراءه، ان الانهيار او الحاجه اللي حصلت دي في مصلحتك. تعالوا نشوف الحاله العاطفيه. هي الحاله العاطفيه تمام يا لولتي. خلاص يبقى العذراء بعد بكره. طيب بصوا حبايبي، العقرب عايز ايه؟ العقرب عايز يتحرك، هو متكتف حاسس ان هو مش عارف يتحرك. يمكن حابب شريكه قوي ومش قادر يبعد عنه، ومستحرم او خايف من التوابع للانفصال، بس هو نفسه يتحرك بس مش قادر. مربوط بسلاسل، هو حاسس ان هو مربوط بسلاسل ونفسه يتحرك بس مش قادر. الكارت ده قلنا برضو الشيطان ده انا بقى بيدللي، وتأكدت خلاص، اتأكدت من كذا قراية ومن كذا تجربة انه ممكن يكون سحر او حسد. بس لو ما فرضناش الفرضية دي فهو في حالة ادمان للشريك، مش قادر يبعد عنه، مش قادر، وحاسس ان هو لو بعد عنه هيموت. بس اللي انا بقوله له ان السلاسل مفكوكة، على فكرة انت ممكن تمشي وتتحرك عادي خالص، وبالعكس افتكر ان بعدك دلوقتي هو الصح. شريكك الناحية التانية مش مركز معاك خالص على فكرة، والله اعلم. شايف شريكك ازاي؟ مشاعر وحب وولادة اطفال وحاجة يعني منتهى الرومانسية. ايس اوف كابس. طيب شريكك عايز ايه؟ شريكك عايز يحسم قرار، هو محتار مش عارف يعمل ايه، عمال بيضيع وقت، هو بيضيع وقت ما بيعملش حاجة. عايز مرحلة جديدة، وانا شايف ان هو عايز المرحلة الجديدة تكون لوحده، عايز يبعد يعني مع نفسه. كويس. شايفك ازاي؟ شايفك خير، هو شايفك بصورة كويسة، يعني هو ما قداموش حل تاني غير يشوفك بصورة كويسة، لان انت ما بتديلوش غير كل حب الصراحة، فهو شايفك خير ورزق من ربنا حلو جدا. بس هو بقى من الناحية التانية قابل الخير ده ازاي؟ قابل النعمة دي ازاي؟ ما مش 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 كما يجب. الطاقة ما بينكم فيها هروب، في حد بيهرب. وافتكر ده الشريك. لو هتقدر تبعد يا عقرب ابعد، ابعد الفترة دي، ابعد شوية، خليه يحس بعدك هيكون عامل ازاي، فيبتدي يراجع نفسه تاني. طول ما انت قدامه كده مش هيعمل حاجة. في عيلة جديدة، يعني البعد ده مش اخر الموضوع، الموضوع مخلصش، مفيش انفصال،
بس هو محتاج يتعلم حاجة، شريكك محتاج يتعلم ازاي يحافظ عليك وازاي يعاملك بطريقة احسن. وشايفة فرح الناس اللي لسه ما كمل يعني ما تجوزوش او ما عملوش ارتباط رسمي هيتم ان شاء الله، بس ايه في حركة كده لازم تتعمل الاول، ولازم شريكك يتأكد انك انت لا مش حاسس انت هتموت من غيره. الموضوع ده بيقتل على فكرة اي علاقة، اي علاقة ولد او بنت اعكسوها، لو انا حسيت ان شريكي من غيري هيموت لا هموته، فاهمين قصدي؟ لا لازم يبقى عارف برضه مجاله، لا ده ممكن يعيش لوحده وينساني اصلا، تبتدي تتمسك بيه اكتر. هي دي ده احنا بني ادمين كده، ربنا خلقنا كده. في بقى بعدها شوية ايه يعني مكابرة، في انتوا في حالة حرب او مش حرب، مش انتوا اللي بتحاربوا بعض، انتوا السيتويشن بتاعتكم العلاقة نفسها فيها شوية تحديات وانتوا واقفين ولا فارق معاكم. العلاقة هتظبط يا عقرب، بس دلوقتي نصيحتي ليك ويا ريت يا ريت تعمل بيها، خد لك ساتر يعني، خد جنب كده وخلي شريكك بقى كده يحسم قراراته اللي هو مش عارف يحسمها دي ومعلقك كل ده، يحسمها بعيد عنك ويجي لك جاهز. دي القراءة العاطفية، يا رب تكون مظبوطة. السنجل يا هاجر انا ما طلعليش اي علامات انه في علاقة جديدة او حب جديد، للأسف ما طلعليش حاجة. كلامك كله مظبوط، الله عليكي، بشكرك يا نهى، بشكرك يا روحي جدا، كله صح. ايه ده سبحان الله، الحمد لله يا مها، الحمد لله، الله انبسطت قوي، الحمد لله. برج الحمل ما كانش شامله ليه بس ده انا بحبه يعني ايه يا انجي، كل الرقايات كلها زي بعض، في حرب بيننا. طيب يا ريم يعني لو القراية فعلا منطبقة فخدي جنب، خدي جنب شوية. بشكرك يا نرمين، انك صح، سبحان الله سبحان الله فعلا يا صفاء، الحمد لله الحمد لله، كلام مظبوط. بشكرك يا لميا قوي حبايبي، ايه ده. طيب اطمنوا يا جماعة لو القراءة منطبقة اطمنوا، العلاقة ما خلصتش والدنيا ما خلصتش، بس لازم ايه بس قرصة ودن شوية. وأبعد حاليا، انت جميلة فعلا، بشكرك يا محمد قوي، صحك الدنيا بيه، بشكرك يا انا ماني، اتفضل يا نور، او اتفضل يا نور، اصل نور ده ينفع ولد وبنت مش عارفه الصراحه. كلامك صح كله بالفعل، انا واخده قرار من امبارح بعد شويه لان في مشاكل. كويس يا كوكو، كويس، خير ما عملتي، خير ما عملتي، و انت كلامك بيحصل معايا بالظبط. كويس يا اميره، بصوا انا بقى في تريك كده بحب اعملها قوي، يعني مش لازم تقولي انا خلاص انفصلت، نو no، ما تقوليش انا انفصلت، خدي جنب بس، يعني ما ترديش على المكالمات مثلا، ما ترديش على الرسائل، خدي جنب من غير ما تقولي ان العلاقه انتهت، فهمتي قصدي؟ قلتي بالظبط ان شاء الله حبيبتي، هو فعلا مظبوط، بشكرك يا هدية. اوكي حلو جدا، بعت مش قادره بقى، مش عارفه اللي بيفكر فيا او لا. بصي يا محمد لو بيفكر فيه، طيب اوكي انت بنوته بس اكونتك ولد، اللي انا شايفاه الناحيه التانيه من الشريك، لا الشريك شايف نفسه شويه الفتره دي، وشاف نفسه افتكر من كتر ما انت عملته بطريقه حلوه، يعني انت عملته بمنتهى الحب، ففي ناس كده مش بتقدر الموضوع فتبتدي مش تتنمرط، هي بتبتدي تتنمرط تتعامل بقى بطريقه مش كويسه. ف لا هو حاول تقولي له لا في على فكره في جانب تاني من شخصيتي انت ما تعرفوش، لو انا ما قابلتش حبي ده ومعاملتي الحلوه ليك دي نفس المعامله مش هتشوفها تاني، بس كده. كويس جدا يا ليلى. طيب دلوقتي هنقول المرحله التانيه، برج العقرب تختلف تماما عن المجموعة الأولى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حلوة جدا. اللي كانوا بيسألوا السناجل، السناجل المجموعة التانية، وخلي بالكو برضو على فكرة ممكن تمشي على العقرب كله كله، ما تلتزموش بالمجموعات دي، مشاعر جديدة
حب جديد، حب حلو قوي، حب حب المولود الجديد. يعني مفيش مولود جديد، لازم تشوفين الحب بيبقى عامل ازاي. حب قوي جدا، او ممكن يكون مولود جديد بالفعل. الناس المتزوجين يعني ايه، ان شاء الله في مولود جاي، والناس السناجل في حب ومشاعر جديده هيبتدوا يحسوها، ومشاعر قويه. في هنا التهنئه، في ناس بتهني، يمكن ده يكون ليه علاقة بالمولود، الله أعلم. ليه علاقة بالمشاعر، في ناس فرحانة وبتبارك. وفي كمان هنا انتصار أو علو شأن لدرجة، هتعلى درجة. يعني لو أنت في شغل إن شاء الله يمكن يكون في ترقية، أو مش شرط تكون ترقية فعلية، بس تقدير من رؤسائك مثلا، هو لا يعني أثنوا عليك إنه أنت عملت شغل كويس جدا. الحب الجديد واضح، اللي جاي فارس أحلام، يعني فارس أحلام للبنات والولاد، البنت اللي بيتمناها. حب قوي جدا، علاقة إن شاء الله نهايتها كمان شكلها حلو قوي، شكلها علاقة جدية، وعلاقة مستمرة إن شاء الله. The Emperor، العقرب في المجموعة دي عنده قوة، قوة داخلية جامدة جدا ما شاء الله، حاسس بقوة وحاسس ان هو سيد قراره، بالعكس ده ممكن يمشي كمان الناس اللي حواليه، واكتسب ده من خبراته والحاجات اللي اتعلمها في حياته. بتشير كمان للأبوة، انه العقرب ممكن يكون هيرزق فعلا بطفل المرحلة دي، وطالع الأمومة كمان. والأمومة لا، في عيال جاية، في بيبيهات جاية للعقرب، مفيش مكان يعني أكيد. The Empress، الخصوبة دي معناها الأطفال برضو، ومعناها للناس اللي لسه ما تجوزوش، اتمام زواج إن شاء الله، في زواج، في خطوبة، في حب، لا في حالة حب مسيطرة في القراية دي ما شاء الله. العقرب كمان متوازن الفترة دي، عنده حالة توازن نفسي، توازن روحي، متوازن، يقظ، مركز، شايف الدنيا بصورة حلوة جدا ما شاء الله. بس الحب الجديد اللي هو داخل عليه ده هيستعمل فيه خبراته، شايفين الخبرات اللي هو اكتسبها هنا دي، هيفكر بعقله بقى المرة دي، لأن العقرب خلي بالكوا انتوا رومانسيين وحالمين برضو، عندكوا رومانسية مفرطة، فلا حكم عقلك، وانت اوريدي شكلك بتعمل ده، ولعل اللي ما بيعملش ده الكارت ده يكون رسالة، نستعمل عقلنا يا جماعة، بلاش ندلق في مشاعرنا قوي علشان ايه الدنيا تبقى كويسة. بقيت حذر يا عقرب. ده مأذون، ده زواج، في زواج، او ممكن يكون حتى يعني هو مش لازم يتم، مش معقول كل ده القراية دي الشهر، افتكر ان ده يعني هيحصل بس بعيد شوية. مأذون بإذن الله في زواج، والعلاقة دي هتنتهي بزواج، اهو انا شايفة ده اهو، دول تحت بعض، الفارس وتحتي مأذون، يعني خلاص واضحة، مش محتاجة أي حاجة. وبتدل كمان الاتجاه نحو الدين، الكارت ده كمان بيدل على كده، يمكن العقرب هيحس قد إيه هو ممتن لربنا وبيشكره، فهيبتدي يقرب من ربنا أكتر ويعمل عبادات أكتر. أتمنى يكون ده برضو، الكارت ده معناه الإشارة للقرب من ربنا. The world، نجاح ما شاء الله، في نجاح ومولود او في زواج، في حاجات حلوه قوي. اكتمال دائره يا عقرب، حاجه انت شغال عليها من مده، هتتمها على اكمل وجه، هتخلص mission accomplished خلاص. برافو، جود جوب. في معافاه من حاجه كانت تعباك يا عقرب، يمكن يكون وحدتك قبل ما وانت سنجل، يمكن قبل ما يكون عندك ولاد، حاجة كانت مأزمك نفسيا هتتعافى منها وهتفوق وتصح. او ممكن يكون، ميرسي يا اسماء ويهديكي حبيبتي، واسمه ايه ده، وممكن كمان يكون حالة مرضية، ممكن يكون كنت تعبان جسمانيا وهتبتدي ان شاء الله تصح وتبقى كويس. دي القراية تحفة ما شاء الله، مولود جديد أو مشاعر جديدة، فارس أحلام أو فتاة الأحلام، قوة ما شاء الله، وسيطرة، مسيطر يا عقرب، أنت مسيطر الفترة دي، حالة توازن كويسة جدا ما شاء الله، بنفكر بعقلنا مش بقلبنا الفترة دي، تهنئة، الناس بتهني على حاجة، يمكن يكون ترقية، يمكن يكون المولود، يمكن يكون الارتباط، الله أعلم. مأذون، زواج، أو بنقرب من ربنا وبنعمل عبادات أكتر،
نجاح واكتمال دائرة، الدايرة كملت ما شاء الله، وبرضو الناس